عموما في خبر سعيد، وهو انه الاسعار طبقا للفاو، اسعار السلع الغذائيه في الخارج، رغم ارتفاع بقى الغاز والنفط وغيره، لكن اسعار السلع الغذائيه بدات تنخفض، ابتدينا نشوف انخفاض كبير في هذه الاسعار. نتمنى ان احنا نشوف نتيجه هذا الانخفاض علينا. مره اخرى الازمات احيانا بتكون فرصه لتعديل المسار، وفي كل أزمة دايما في فرصة. نشوف الأرقام.